هذا البرنامج برعاية بان أم، البنك الوطني الموريتاني. ياك ما تيارك ياك ما نكرايا للا صابرك لم توابيك لم دوكي هذا مبور مع الصباح وهذا باسي وهذا العيش وهذا هذا ما يجد مولا يكون يفتر تاك ما قابل كتزقني أنا قاعد ندور نمرض أنت تقصصني برعاية حالك أنا قاعد ندور إلى ما متلك أرام ما هو باكر جايك إن شاء الله لا يرفدوه عنك هذا الشدعان بركة جاه النبي المصطفى اللي ما هم لا يتجعوا لهم لا يموتوا يا غير التية زاد أمه اللي أخبارك رايالي أنت من قلت لي لا يعدلك شو من الدول التعليل شو قلت لي دول التعليل عدلت شوي من الدواء لا هناك شوي من 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 أردف وندرج عليه شوي من كاروت وندر لك لك تسمعتني به ودور يجي الأخبار أخبار وافية فهمة ولا تكايسي بعد أنا قاعدة تعدل قاعدة بس اللي انت صقادك اللي قلت حان الكوزين اللي افطنتني ياك ماما هم الدار هم الدار بعد هم الدار فانا شو انا سكت قلت حان وبالله تاكتي سمعتني بيه ولا باقي شي ما عدلته البلا يا قشي ذوك كفاتير دخلهم في المكازين اخليك لي يدق صرتك بعد انت وصرتي انا عندك يا جارتنا هذه اللي متعدله شي من التحتال اللي عجيب جارتنا اخبارك منها؟ لا يهبى من عندها البلايا ياخذ عندها شده عطيت معاها الساعة رد معاها سولت لها كنت قلت لها انك ماكو الصحة تعود فوت معاها تكشكيش اخبارك منها اخبارك تكشكيش ايش تميتني تضحك لها ولا تضحك لك؟ فتحت علي الباب قلت لها ايش حالك؟ قالت لي بس ان شاء الله تضحك انا انا انسان قالت لي انت شهرنا يا اخوي قلبك العياذ بالله تسلم علينا حق الله يظني لي انا برضه انت ماشي تدخل على الشراء متعدله صرتك اللي متعدله دفعتني قالت لي خليك لي قبل شيء من الازريق من عند البوتيك شيت انا جبت الازريق من عند بوتي لا ما في شيء من لبنتك انت مو فوتك فوتي انا قبال فوتك ما يبوا صايب بالهم خلينا عنك من انت دائما دائما فيك الحسد دائما فيك الحسد لا قاعها وشنو قضيه عادي قاع وسط منها اطحي راسي خليك انت وخلي عنك يا مو مالك انت تخلي نمرض لا انت تدخل علي وراني قالتها انت يا مالي اطحي راسك وتكيري بدي كان بالله من عدل كان فاهمه ولا مو فاهم انت الباس يخليك يا صقلوني الباس كم مالي الباس يا صقلوني يا صقلوني الباس كلها كامل اللي فهمت الباس كلها لهين قلبينا طحوا عند الصقال وتو لا كامل ومعها رمبايات هاي ناس قال لا مرح فواحدة كامل قلت لكم معها رمبايات ايش معهم رمبايات كنت يا وبودياتك ايه ايوه صار تقولي حينك بلسي ناس قال فيها معن شارتنا هاي اللي هون متعدلة قلت لك لا تقس شارتنا خرس في الكوزين تشبر نفسي نحطه في سقال فيه ايوه ان شاء الله انت يا كانت تداخن يعني عن هاو الشراع ما غشيت صرت بعد انت صرت فيها عنه ما تتركيني عن الجيران الرقم بعد طلعت لي طفل زين ايش ليت واسي قاعد تبي على مشي نطلع لها نرجارة ونحذانة ايه راجل طاني مولانا انا خيمة قريب مني قاعد انت تقول شنو اقربوا هم ولا اقربوا ولا قاعد تقول شنو ما هو ما اقول سب حسب عليك انت ما عاد قلت لك قال لي بس ايوه كامل راني انا قبل راني عند قبار سمي حقط سويديا 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 يا سيديا ها ايه انا راعي من قبل الكوزين ام ها ما نصب اخباري من نصب انا ما انا ما نصب قالوا لي نصب ناقصه قال لي الكوي وخا الناس دائما القرواح نعود انا طبيعي كي ماشي سقالي تروماسي عود يطرس الدخان هك بعد ما اللي راعي فيك فيكم انتم التحت ها ها
ها دحني ان شاء الله شي شي لا لا كي كيشوز عاد شويه ضربنا كاروتو وجا والله ان شاء الله ايوا ان شاء الله كوزي ما قعدت دخلتي معاه نقاط عليك انتي الله ايوا شكرا يا وين ما تساوي جا اخوتي راهي راجلي اخوتي مجحفن على العيال بالله يا صقيل انا راك ماتي تكون كيف ناسي شعام هذا يا ناسي شعراب اللي قاعده حبيبي نص بص 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 نص بص 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 يا حبيبي نص بص بص تبارك الله ما يوجع الشدار عينهم قصص ونعم سمولان لا بعد ارتبيه وكانوا ما اشتغل وعدل الهم كام تاكي هنا شي تبارك الله متمرحة ما يوجعني تبارك الله ما الله وصمري قد انشي كي قد شي انتي تروح عني مريضة السلام عليكم عليكم بالسلام ايه وضعتك بس وضعتك مولانا يا خير خير كيف معافي شطاري قاع ما يوجعني تمارك الله عليك الحمد لله تحاسه بي شنو؟ الراس والجوف ودباس ما الحمد لله أصل الجوف حق والله لا بناتكم انتم هذو ما ادنا احنا كيفاش ابوي انا ابوي ما مرة دراس انت ابوي شنو اخبار شنو؟ لا بس شو لا بس شو لا تقول بس يا خاسر مع انه باخرين شاكي اعلنا ايه شازكم بخير الشرع حنا بعد نعمل بعد نتفاهم شوي شوف يا هذو ركبانيات هون ساعدين بهم مسلمين لهم كيف تعرف احنا ما نشتغل جزاكم الله مارك ترايفي خويا بومبارد شي شي ما هو هذا شوف هذا خويا ما هي خامرة ما هي خامرة لا جديدة وتوف لا لينا وتوف يقع مزارع ليها تام فوها الحمد لله ما شاء الله يا خير تبارك الله الحمد لله قلت لي تصح حق حقي وجعك شو والله لا ما هو فارق ناري فارق تمام ما هو فارق ما هو فارق لا بشتغل بعدها تقصد انت مالي انت يا اختي هون مرد يعني اختيرش معك اخبارها ليه؟ لا مالي تعطينا بارك شوي لقل كراج رجل ان شاء الله وصلت لا؟ عبد الله روالك جارتكم هاي اللي هون مالها؟ لا من ذاك نشوف شوف يسلم عليها و كذا ابوها تمنع مالها؟ انا معاكم ما هي ظاهره؟ ظاهره حق؟ انا نبدأ معاك انت ونصنا ترى هو شفت على ما بصورتي لا بصورتي با صورتي مرده بصورت هذه صورتي قلت لي انت دوري هلا يتم يعدل عنك الشغله دوري يعدل عني حق الهم انا فتلت وتعبت وما تتقدم نحرك عيا دوري يعدلهم يفقر ويفاري وينصب وما جور ليش ايوه احنا الصخ خليك لانك بس هون مسخ لا عندنا باش تروحوا عند القسال لا يجيبوا لي يا اخوتي شنو هاي ملح في الشاري هنا وهذه الشاري هنا فضتي يا اخوتي شنو عيني ما قد شفته اراك ملاحظ يا اخوتي اللي شاري لا يهتمني يا ملاد ما دائما سارقته في القدر بيت قلت له ملاحظك لا تتفتي ولا تتسرق في القدر بيت يا غالي هي ما تسمع هاي المراه ما تسمع ولا تلمع لو انا تبرت معاهم نجمعهم وهذه الله عن خالق ثم درا عندي انا ارجع ما فيها سب الوسخ الا كمها شوي في شوي من الوسخ اصقل خليك لي على الملاح انت مجنون انا هي صقال ملاح والله قالك حد اللي شامل ملاح لين اصقلهم انا شامل لين اطيم مولاتهم ولا انا اصقل الباس ولا انا براس السر ولا الصقال ها لا تسمى لي نحن فينا عارفين ايوه تبع دراتك لين اصقلها يطير والتباس فيها ما لي واضح انت تترك لك لين اصقل لك انا قاعد اقدم لا تترك لك لين اللي يفهم تمام من الاخبار وذاك ها هي ماشيه وقاله وجايه اللي ريحني انا منها نفصل انا من هي منها واقربها اطفو يا اخوتي مظلم بالي جد كعيني الرجاله اللي اوكك يا لطيف ظهري ظهري اخبارك تقول معنا الطالع ما انا قاع ما قضيت اخبارك تقول معاه
معاهم. انت قال لي ما قضيت قاع. والله يا عمي تدقدق ويا عمي تنقسم من النص. واحدة. غاري 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 واو واو. بارك يا امي وحدي. اه. صالح الله كتك يا تاخي ما يصالح. ايوه بابا 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 كامل كامل. اح يا مالي يا مالي يا مالي. سلسلي حالي شوي سلسلي شوي. كتك يا صالحة. اح. كتك كتك يا مالي صالحة. ايوه. الله يا خي بارك الجاي النبي المصطفى يا خي عمركم تجول باب النار ان شاء الله ما قصولتوا موتتكم ما قصولتوا ما نحنيني ما نحنيني لك محترم لك شنو معنى نحن الرواية بعدنا ما حصلناها بكره يجيبوا لك شيء الله يجازيكم بالاحسان بارك الجاي النبي المصطفى موتتكم مادة مضبوطة انا ما يوجعني شبه قعنا دقايلو كم اللي اخباركم شتي قولوا له هي الحرف وتباضي وتمصري وانا ما خالق حد لما صامني يا كمان هي راكم سكين ام اللي عاد تغسل وتباضي ليه ترى شو دارك حالا دور تلحقوها تاكي ميت ذان انا ما يوجعني هذا خداع قاع وانتو ماش تقول دخلت هي في ايوه هذه حياتها هي قابلت هي الخديعه والامور وبالط انتم النمين والخديعه انتم مالكم مد انا مرتديك انا ما انتم مالكم حي هذا البرنامج برعايه بين ام البنك الوطني الموريتاني.